الآن نواجه مشكلة أخرى تتمثل في ضلوع مسيرات إيرانية بقصف المدن الأوكرانية. البعض من دول الاتحاد قدم أدلة تؤكد أن المسيرات الإيرانية تستخدم في قصف مدن أوكرانيا، وتنفيذاً لقرارنا دعم أوكرانيا على استعادة سيادتها على أراضيها سنعلن عن عقوبات إضافية على إيران ما إن ننتهي من الإجراءات القانونية. أصدرتم يوم الاثنين الماضي عقوبات ضد إيران على خلفية قمع الاحتجاجات. هناك عقوبات إضافية ضد إيران على خلفية ضلوعها في حرب أوكرانيا. هل تخشى من أن تؤثر هذه العقوبات على مستقبل مفاوضات الملف النووي؟ نظرياً الاتفاق النووي منفصل عن المسائل الأخرى، أن تكون إيران بلداً نووياً أو لا، أن تعود إلى السوق النفطية أم لا، هذه قضايا منفصلة عن الحرب في أوكرانيا، لكن عملياً جميع القضايا مترابطة في السياسة الدولية. أعتقد أن ما يحصل حالياً لا يساعد مفاوضات الملف النووي، لكن أود التأكيد على وجوب الفصل بين مفاوضات الملف النووي وبين مشكلة المسيرات المستخدمة في حرب أوكرانيا. إننا وصلنا تقريباً إلى الهدف المتصل بالجانب النووي من الاتفاق والجانب الاقتصادي منه، لكن بقيت بعض المشاكل الجانبية بالنسبة للقضية الرئيسية، وهي ألا تتحول إيران إلى قوة نووية وأن تجني الفوائد الاقتصادية المترتبة عن الاتفاق مثل تجارة النفط والتجارة في السوق العالمية. هذا هو جوهر القضية وقد اتفقنا حوله تقريباً، لكن هناك مسائل جانبية تتصل بالوضع الأمني حيث لم يتم التوصل إلى حل بشأنها بعد.